تحت طقس ماطر افتتحت ميلانو أسبوع أزياء الخريف المقبل مع عروض جوتشي. فريدا جانيني مصممة المجموعة اعتمدت على باقة ألوان كاملة استوحت فيها روح الستينيات. مجموعة فساتين بالخصر العالي تكشف عن الركبة، تناسق معها البوت اللمع الطويل الذي يغطي الساق. ألوان تراوحت بين الزهري والأخضر اليابس والأسود والبنية. وقصت الطقم بالبنطلون والبذة جاءت محازية للجسد في تناقض تام مع معاطف الفرو المنفوشة. البرتا فيريتي من جهتها كشفت عن تصاميم بسيطة استوحتها من الطبيعة من الطيور وأوراق الأشجار وأغصانها وقشر الجذوع وانعكاس ضوء الشمس الذي يجعلها تبدو كقطع من الذهب. أسبوع ميلانو يستمر لغاية الأسبوع المقبل.